بيخطف أحلامنا، بيقتل أفكارنا، بيسيطر على عقلنا وبيجرح قلبنا، هو التطرف. العالم من حولنا اليوم عم يغلي، حروب ودمار وظلم وتمييز. بلبنان بس تفتح عيونك بتبلش تواجه تحديات، تعليم وعمل وأمن وطبابة واقتصاد. نحنا شباب وصبايا بالرغم من كل شيء عنا أمل وقررنا نتحرك. بدنا نواجه الشر بالخير والحقد بالمحبة والتشاؤم بالتفاؤل والخوف بالشجاعة. قررنا نتحدى الظلم ونتحرر من القيود اللي مكبلتنا ونبني من الحجارة اللي بتعترض طريقنا جسور للتلاقى مع الآخر. وأكثر الطرق فعالية بعصرنا هي الدمج بين العمل الميداني والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من هيك استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعية لنشر رسائل إيجابية ولبث الحقيقة بوجه الصور النمطية الزائفة والأفكار الهدامة. بدنا نبني بدل ما ندمر، بدنا نغير، وبدنا نمكن الشباب لنطمح سوا، نتواصل ونصنع التغيير. يمكن البعض يقول تغيير مش بسرعة بصير، وقبلكن حاولوا كتير، لوين مفكرين حالكن واصلين؟ بالحلم والمثابرة والجدية بالتخطيط منوصل لبعيد. أكت بلشت فكرة وتحولت لمشروع وبرهنت إنه الشباب اللبناني قدر يتخطى حدود الوطن ويوصل للعالمية ويكسب الرهان. بالمثابرة والمجازفة والإبداع تبرينا مع حوالي 100 جامعة حول العالم. مين كان بيصدق إنه نوصل للمركز الأول بتحدي فيسبوك الرقمي؟ لو ما وثقنا بمواهبنا واستثمرنا وزناتنا ما كنا تقدمنا خطوة. شو مفكرين رح تغيروا العالم؟ نعم، قوتنا بوحدتنا وسوا منعمل الفرق. هلأ رح أطلب منكم تستعملوا الجلوستيكس الموجودين معكم بالباجز، وكل واحد منكم يطلب أمنية. أنا بدوري بطلب يسود الحب والخير والحق والجمال والسلام بالعالم. أنتو وأنا شو ناقصنا حتى نحقق أمنياتنا؟ ما في شيء مستحيل. تأكدوا أنه كلنا تطرف بيعنينا وتداعياته بتطالنا. منا عايشين بجزر من عزلة. مصيرنا واحد ومستقبلنا منصنعه بخياراتنا وقراراتنا. من هون طريق النجاح منه سهل، بيتطلب تضحيات كتيرة، كلفني دموع وسهر وتعب، بس بآخر المطاف منحصد الفرح والدافع للتقدم وتحقيق الأفضل. كلنا زهور ببستان واحد ولكل وردة لون وعطر خاص. الأمية والأنانية والتطرف أشواك بتحاول تخنق الورد، ولأنه المشكلة لازم نعالجها من جذورها. توجهنا لفئة الشباب، هن المستقبل، حسوا حالهم معنيين بانضمامهم لورش التدريب، ومن خلال انضمامهم قدروا يكونوا مشاركين بصناعة التغيير. أنتوا كمان مدعوين تكونوا سفراء للقيم والأمل. توجهنا كمان للشخصيات البارزة من الميادين الفنية والثقافية والإعلامية، وجهوا رسائل لمحبيهم حتى يدعموا رسالة الحياة والثقافة والتنوع. ولنوصل لرسالة أسرع، ارتقينا التوجه لرأي العام، ومين أجدر من السلطة الرابعة بتسليط الضوء على القضايا المصيرية. ونجحت أكت بجذب اهتمام
الجهات الدولية ولفت انتباه الجهات العالمية. أوقات بتقوموا بعمل لأنه واجب أو لأنكم ملزمين، بس الأجمل إنكم تنفذوا مهماتكم عن قناعة وبحب وتفاني من قلبكم. أكت اسم اقترحته اقتناعا مني بإني صبية طموح بآمن بقوة التواصل وبصناعة التغيير. كل واحد منا انطلاقا من موقعه مدعو للمشاركة بخدمة المجتمع والوطن والإنسانية، لأنه يوما ما رح يمرق قدامنا شريط حياتنا، فخلو يكون جدير بالمشاهدة.